مجرد ما تاخذ سياره سيلفرادو تريل بوس اوف رود فعلا بتقدر كيف انه هالارتفاع اللي هو 2 انش عن السيلفرادو العاديه، وهي زوايا الانحدار الابروتش والديبارتشر انجلز الكبيره يلي بتخلي اي عائق اي صخور اي تلي قدامك هي عباره عن شيء صغير تقدر تطلع عليه وانت مش خايف ابدا انك تضرب اسفل السياره، مع البروتكشن الموجوده والبليتس الموجوده عندنا باسفل السياره، هاي الصفائح اللي عم تحميها كمان. هون فعلا بتقدر هاي النسخه من هاي السياره. ومش بس هيك، مع وضعيات الدفع الرباعي انا هلا بفور هاي حاطط السياره بالجير الاوتوماتيكي عادي، انت بتقدر كمان تحطه بوضع مانيوال وتتحكم بالسرعات بكل سهولة. شوف عم بقود السيارة بدون ما أفكر حتى شو في قدامي بالطريق، فعلا رائع التريل بوس هون. وهون أنت بتفهم ليش هن سعروا هاي السيارة كمان بهيك سعر وهو مبلغ 152,000، لأنه أكيد عم توقعوا أنه كتير ناس لما راح يقتنوا التريل بوس هي أكيد نسخة معدلة جاهزة لإلك من الوكيل أو من الشركة، ولكن هي بنفس الوقت نسخة كمان تسمح لك انت لتضيف تعديلاتك الخاصة بكل سهولة. فعلا هون عن جد بتستمتع بقيادة هيك سيارة، وهون بتقدر سسبنشن السيارة اللي كان عم بزعجك برا على الطرقات المعبدة، بتقدر هذا الانجن اللي اوتو. يمكن بعض الناس يفكروا ليش الانجن الاكبر مش موجود على هاي النسخة، ولكن هاي القوة فعلا كافية لتخليك تقود على هيك طرقات وبكل سهولة.